هذا المازوت سخين، كل المازوت اللي عند اهلنا بالرقة نفس الشيء. بي مهندس من الرقة، طبعا هو مو رقاوي، الاستاذ محمد المصري، استاذ بالكيمياء ويصنع مواد منظفات بالرقة، صنع هاي المادة واعطاني اياها مشان اجربها على المازوت. هاي كمية صغيرة، هاي تقريبا تكفي شي 5 لتر، هذا تقريبا 5-6 لترات. حبيت اجربها واشاركها معاكم مشان ان شاء الله نستفيد بشكل عام، يعني نحن واهلنا بالرقة، لانه المازوت بشكل عام سيء كل الرقة. هذا المازوت بعد ما اضفنا عليه المادة، طبعا المادة كل ما تركتها اكثر تحل اكثر. الاستاذ محمد عنوانه سيف الدولة، عيادة عبد الفتاح رشراش، هو زوج الدكتورة مرفت رشراش، بس تصلون عنه بالعيادة، المادة عنده متوفرة واسعارها مقبولة.